كل متابعينا في اليوم السابع احنا داخل منزل لحد الحاج كامل سمعنا بعض اسماعيل ابو احمد والد المغفور لها باذن الله تعالى بوسي عروس الجنه. احنا هنا في العفش بتاعها اللي هي اشتريته من اسكندريه، اخوها محسن اشتراه علشان يفرحها. ده جزء من العفش بتاعها. نشوف العفش بتاعها التانية. كل متابعينا في اليوم السابع ده الملابس بتاعة بوسي اللي هي طبعا فيها بكراتين والبطاطين اللي اشتراها اخوها ليها والمفروشات. ايوه وده لبسها اهو. علشان ده لبسها 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 ده كل ده الكراتين دي كلها لبسها. دي كل لبسها كل ده اهو لبسها. والله ما اختارها باسكندريه. هي ده كل لبسها. ادي لبسها. ده محترم اسكندرية. ادي لبسها والله جايبه من اسكندرية من البحكوم. ادي لبسها. ده لبسها. دي مفارشها وبطاطينها. دي مفارشها بكراتينها. ده لبسها. دي عبايات. ودي الكشميوهات بتاعتها. ماشي. ودول برنصات. ده الفستان ده جلابية. دي عبايات ودي بطاطين ودي ودي حفة الأطفال بتاعتها اللي كانت جايباها. يا ما يا لا ده لبسها وده كده ودي الكبرتيات ودي الفوط ودي الفرنس. بص بص ده الفرنس بتاعها اللي كانت جايباها ودي الكبرتاية اللي هي الفايبر. ده فوط اهي. دي طعم السراير اهي. بس انا مش عارف افتح في دي يرتم سرايا. سيبها دي يرتم سرايا ودي يرتم سرايا. دي هي يرتم سرايا. بقى لله بقى الله واحد. قول لي بقى لكل احنا عملنا يعني جينا امبارح ازعجناك امبارح بالليل الساعه حوالي واحده واحده ونص. انتوا ازعجتوني لان انا بقالي يوم انا كنت بكتب في قائمتها وكنت بعمل في امور ماديه كنا صارينا قبل ما هي تتوفى بيوم عشان بنجهز لها. قول لي بقى احكي لي الحكايه ايه لكل متابعينا في اليوم السابع. كل المتابعين في اليوم السابع احنا كنا اختي دي ما كانتش اختي تكبت. كنت بجهز لها اللي هي كانت بتطلبه كنت بجيبه لها لحد يوم فرحها. كان تحدد يوم فرحها 27/10. احنا كتبنا كتب الكتاب وافرحها شويه برضك لحد ما يجي ميعاد الفرح. ميعاد الفرح انا قلت لهم لما اجيب الاجهزه الكهربائيه كان ميعاد الاجهزه الكهربائيه دي تيجي في العيد اجازه العيد. وقلنا هنقدموا الفرح كمان شويه بحيث ما يبقاش في الشتاء عشان عايزين نعمل لها فرحه كبيره. نجيب مغني في ناس الفرح بتاعها كنت عايز اعمله فرح كبير. قول لي قاعد كانت معاك في اسكندريه قبل الفرح ب 48 ساعه. لا الحاجات دي لا لا انا مش بتكلم حاجات. كانت هي بوسي كانت عندك اخر مره كانت في اسكندريه امتى؟ في شهر 2. شهر 2 اه. لا انت قلت لي لما جيت هنا قبل عمليه البث كنت بتقول انا جيت وقعدنا حوالي يومين يعني ضحك ولعب مع بعض. تعجبنا. انا كنت انا اللي كنت في اسكندريه في شغل. تمام. انا كنت هنا الجمعه اللي عدت غير دي. تمام. غير اللي عدت دي. تمام. ماشي. فانا نزلت شغلي وقلت اما اروح عشان شغلي ما تعطلش الاسبوع ده بحاله هروح وانزل قبل كتب الكتاب بيوم ولا حاجه عشان نقعد مع بعضنا. تمام. ماشي. رحت سافرت يوم الجمعه مع ان انا ما كنتش بحب اسافر يوم الجمعه. بحب اريحه في البيت. فقلت طالما اجي الاسبوع الجاي ما اعطلش يبقى يوم ايه. نزلت يوم الاربعاء اخر النهار قعدنا مع بعض اليومين دول وفرقت الحياه. لحظه مفارقه الحياه هي اللحظه الصادمه. صدمتنا كلنا. صدمتنا كلنا. مش انا بس حتى عيالي اللي هي تبع عمتهم اللي هم اللي انا بقول لك هي بتحب الاطفال. الاطفال دول اللي هم عيالي وعيال اخوي 5 اطفال هم كانوا بيلعبوا مع بعض وبيهزروا مع بعض بيضحكوا مع بعض كانت بتحبوه. العيال سابوا الدنيا كلها في اسكندريه وجم عمتهم كانوا بيقولوا دي عمتنا ده كانوا بيقولوا دي اختنا الكبيره من كتر حبهم فيهم كانوا بيقولوا دي اختنا الكبيره.
وهي كانت بتحبهم. يوم الفرح بقى، يوم عقد كتب الكتاب، حصل ايه؟ يوم كتب الكتاب زي اي كتب كتاب، احنا متغديه وقاعده مع زمايلها. تعالى يا عم تعالى. هو يقول تعالى اتفضل معايا، اتفضل يا عم اتفضل. تمام. متغديه، طلبت الغداء هي وزمايلها، اتغدى رقصنا بعدها. جت اللي بتزوقها زوقتها، ماشي، قاعدين كلنا في حاله فرح. قلت لي ساعه ما كانت بتتزوق انت فتحت عليها الباب. فتحت عليها الباب سنه كده بسيطه، بشوف من اللي جوه في الاوضه، لقيتها هي بتتزوق. ما كنتش اعرف ان حد جوه الاوضه بيتزوق، انا بحسبها هي اللي قاعده. لما شافتك بقى قامت ضحك، وبتقولها بتضحك عليها اللي بتزوقها، قالت لها اخويا مرسم بيبص عليا، ماشي. قمت شدد الباب وطالع لحد ما طلعت بقى، قعدنا نهزر معاها وهي وكلام من ده. جت المازون، جه في الوقت ده كان المازون جه، كلنا بقى كنا ملمومين وكله كان فرح. جاء اهل العريس، كنت عازم اصحابها، واصحابها كانوا معاها، كلك اصحابها اللي كانوا معاها في الكليه، اصحابها كلنا واهلنا، اصحابها كان معاها، اصحابها واهلنا كلنا. تمام. اهلنا واهل الفرح اللي هم غيرتنا كلها، كانوا كلك قاعدين مع بعض وكانوا بيرقصوا، وهي كانت قاعده في وسطنا. بعد كده اللي حصل، والفيديو فين صح بعد اذنك؟ ممكن اشوف الفيديو؟ الفيديو على التليفون، التليفون تحت. ممكن ارسله لك؟ لا لا، انا عايز يعني اطلعه دلوقتي على كل متابعينا في اليوم السابع، لا انا عايز يشوفوه دلوقتي بعد اذنك. وبعدين يا محسن، وبعدين هي قاعده قدام النيش تحت، وقدام الباب اللي هو فوق اللي فيه الاوضه اللي فيها المازون، احنا كلنا مضينا. مضيت على عقد الزواج، على عقد الزواج، وعلى الجايمه نفسها يعني. كمان كانت الجايمه موجوده، والعريس مضى عليها، كله مضى عليها. بس وانا داخلين في، وانا داخل كنت بندق للعريس، وانا داخل انا والعريس بصت للعريس. تمام. هي والعريس بصوا لبعض، ابتسمت للعريس وابتسمت لنا واحنا داخلين. وبعد كده جالها حاله اغمى، دخلنا نبص عليها. يعني اخر حاجه شفتها منها وشافها العريس ابتسامة نظرتها وابتسامتها، من كتر فرحتها. هات يا ابني كده. من كتر فرحتها هي بصت للعريس زي ما يكون كانت مستنظرة العريس. كان مستنظرة العريس وتودع الدنيا. وتودع الدنيا. دي آخر فيديو هي قبل ما تتوفى ما يكملش الخمس دقايق. يعني قبل ما تتوفى بخمس دقايق كان الفيديو ده. كان الفيديو بتاعها ده. دي اخر فيديو اللي عيالي اللي هم الصغيرين هم اللي مصورين. هي دي بوسي، دي بوسي، دي اللي هي في النص، دي اللي هي في النص، قاعده بتبتسم واللي جنبها بيسقفوا، ولكن هي عينها بتصور الناس اللي قاعده، بس كانها بتصور الناس. يعني انت بتقول تعبير كانها بتصور الناس اللي قاعده بس. هي كانت قاعده، هي ما بتتكلمش خالص، وعينيها بتلف على كل الناس اللي شايفاها، وبتبص على الناس بس. بعدها جه المزوق ودخلت عريسها، ابتسمت لعريسها وابتسمت له احنا داخلين كده. وبعد كده احنا دخلنا بنخلصوا عقد القران، المازون بيقول لي هات اختك، انا لسه داخل ما كملتش دقيقتين او ثلاث دقايق، وهي دابك اللي امضى. قالوا جالها حاله اغمى، دخلت ودخلوها الاوضه الثانيه، لقيتها قاعده على السرير ما بتتكلمش، ما فيش نفس. خدناها وطلعنا نجري على الدكتور، ما فيهاش نفس بعد الابتسامه ليك ولخطيبها. بعد الابتسامه ليا والخطيب. تمام. وماتت مبتسمه، ماتت وهي على وشها الابتسامة. ما هي من فرط الفرحة، من كتر الفرحة ان هي اتكتب، خلاص اتكتب كتابها. ميتة وبعد الابتسامة وشها الابتسامة عليه لحد ما توفى، وهي برضك بتكفي وشها في الابتسامة. حاجة انا يعني حاجة غريبة برضو من غرائب القدر، ان والدتك الله يرحمها توفت وما شفتهاش. مش والدتي، والدتها شافتها. انا والدي الزوجه الثانيه، بنتي اختي دي من الزوجه الثانيه ماتت ما شافتش ابوها. احنا
انا واخويا انا واخويا وابويا تمام ماشي. احنا الثلاثه كده رجاله. كنا احنا في سنه 2002 كنا احنا لسه صغيرين، كانش في حد يخدمنا. كان ليا اخت اسمها فاديه كامل سمعينا ابو احمد، وكانت متجوزه واختي ماشي، وكانت هي دي الكبيره. كانت عندي اختي في نفس كليه كفر الشيخ كليه الدراسات دي، كانت بتروح في الكليه ما كانتش بتفضى، وانا بيت فلاحين ما كانش في حد يعمل لنا. لا انا كل الهدف منه ان انا القدر ان اختك توفت. ما انا بتكلم فضل. انا بكلمك فضل. بحكي لك القصه من البدايه. لا اتفضل طبعا ماشي. قصتنا اللي احنا ما لقيناش حد يخدمنا. ابويا قال اتجوز عشان حد يخدم البيت، واحنا بيت فلاحين، اللي حد يبقى يكون موجود في البيت يجوا مثلا من غيرتهم او من الحقل بتاعهم يلاقوا حد يلاقوا حد مثلا يحلب البهايم. احنا ناس فلاحين تمام، يلاقوا حد يحلب البهايم يلاقوا لهم لقمه كلام من ده. اتجوز بعد 9 شهور هي ولدتها وتوفت في الولاده. مين هيخدمنا تاني؟ احنا كنا جايبين واحده تخدمنا بالظبط. مين هيخدمنا تاني؟ قول لي بقى، احكي لي عن علاقتك ببوسي الله يرحمها. بوسي الله يرحمها كانت اختي وبنتي. اختك وبنتك؟ اه اختي وبنتي ماشي. هي كانت لما كانت كبرت في حضن خالها، وكانت بتيجي طول النهار معايا، تفضل قاعده معانا لحد ما مثلا العشاء ماشي. كنا شربنا قعدنا مع بعضنا هيصنا، تروح مثلا عايزه تراضي خالها تروح تبات هناك ماشي، لان خالها كان مراته متوفيه رخ، ما كانش معاه حد، هو عايش لوحده. فكانت بتقول لك انا ما اسيبوش مثلا بيبات في الشقه لان ابنه بيشتغل بره تمام ماشي. فكانت بتروح تبات معاه عشان ونش. قول لي بقى، مصدق اللي حصل؟ لا مش مصدق. انا غبت ليله بحالها مفكره ليا تصحى تاني وهي ميتة تحت. هي متوفية تحت وانا بقول هي تصحى، هي ممكن تكون حالة تغمى. مع ان الدكتور رحت بقى في المستشفى تدسه، قال لي يا ساتة قلبيه وتوفى، وحطها على كذا وقال لي توفى. ربنا يرحمها. الله يرحمها. ربنا يرحمها. انا لحد الان مش مصدق، مش مصدق اللي هي توفى، مش مصدق اللي احنا كنا بنعمله فرح وهي بنعمله مع زيتها، وهي دخلت ماتت على السرير اللي امها في اوضه امها، لان هي كانت بتحب اوضه امها دي، وهي توفت في اوضه امها، كانت بتحب تقعد في اوضه امها واتدفنت مع امها واندفنت على امها. هي كانت بتحب اوضه امها دي، ولما ماتت اخر حاجه لما دخلت على السرير وتوفت، توفت في اوضه امها. هي على سرير اخويا اه، بس دي كانت اوضه امها في الاول. الله يرحمهم الاثنين. الله يرحمهم. ربنا يصبرك. ربنا يصبرنا كلنا. كل متابعينا في اليوم السابع، كل متابعينا في اليوم السابع رصدنا لحضراتكم حاله الحزن والالم اللي اصيب بيها. ده الزيت والسكر اللي كنا هنوديه لها لمؤاخذه. ده زيت وسكر، وكنا ده برطمان جبنه ماشي. الله يكون الله يكون فيك. برطمان جبنه وده برطمان سمنه. بقى لله يا ابو بقى لله بقى لله وحده بقى لله بقى لله وحده. كل متابعين ربنا يصبرنا. كل متابعين في اليوم السابع رصدنا لحضراتكم حاله الحزن في منزل عم الحاج كامل اسماعيل ابو احمد والد عروس الجنه بوسي واللحظات الاخيره وفي حياتها. بالاضافه كمان رصدنا لحضراتكم العفش بتاعها اللي تم تجهيزه اللي جابته بنفسها مع اخوها لما كانت بتسافر اسكندريه علشان تجيب عفشها من الاسكندريه. شكرا لكل متابعينا في اليوم السابع. كل ما نتمناه لكل متابعينا في اليوم السابع الدعوات ليها بالرحمه والمغفره ويلهم ذويها الصبر والسلوان. كل متابعينا في اليوم السابع كان معكم محمد سليمان مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ.